So guys, I did something that I usually hate this app. I don't really like most of what's going on it, but I did a poll on Instagram asking whether I should get this app or not. And last I checked before it disappeared, a majority of you had voted yes. So, looks like I got TikTok. Also, because I haven't done a shout out in a couple of days, I'm just going to leave a shout out at the end of this video. عم تحكي لي كل شي فيكي وانا هسا هون صافن بكي في جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك با 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 فيلم رومانسي شايف فيه أحلامنا ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض هو قلبك ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل أحبك.